لمزيد من المتابعة والتفاصيل حول هذا الأمر ينضم إلينا عبر الهاتف محمد جمال الناقد الرياضي. كابتن جمال أهلا ومرحبا بك. أهلا بك سالجيف. كابتن جمال، هل لك أن تطلعنا على تفاصيل الدوري المصري الذي طال أمده في هذه الفترة بسبب ما تعانيه البشرية عموما من تداعيات فيروس كورونا؟ زي ما حضرتك قلتي، هو الدوري الأفضل يعني في الفترة الأخيرة الدوري المصري كان معودنا كده ان هو ما بينتهيش في مواعيد محددة، وبالفعل كمان الموسم الحالي يعني يستمر لأكثر طبعا من 8 شهور، وده يعني عدد كبير جدا من الوقت اللي خاض فيه الفرق بطولة الدوري، وأصبح كمان في ضغط مباريات كبير جدا في آخر الجولات بسبب بقى مشاركات النادي الأهلي في دوري الأبطال، ومشاركات كمان المنتخب الأولمبي كان في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو. أصبح خلاص الدوري يعني قرب خلاص على الانتهاء. في منافسة قوية جدا كانت بين الأهلي والزمالك، ولكن أنا في وجهة نظري أن الزمالك اقترب بنسبة كبيرة جدا من الفوز باللقب هذا الموسم بعد تعادل الأهلي الأخير أمام طلائع الجيش، ده على مستوى المنافسة فوق. ما زال الأهلي منافسة قوية أمام المصري ثم أرجونا ثم كمان أسوان، والزمالك لديه 3 مباريات قوية، خاصة أنه هيواجه فرقتين من اللي بينافسوا على الهبوط سواء الإنتاج الحربي أو البنك الأهلي، فهيكونوا مباراتين جامدين جدا أمام نادي الزمالك. ولكن برضه لو اتكلمنا هنلاقي أن فرص الزمالك بعد التفوق بأربع نقاط أصبحت قريبة جدا من التتويج باللقب. ننتقل طبعا بقى على المنافسه على الهروب من القاع، ودي بقى منافسه مشتعله جدا طوال الدوري المصري. لو شاهدنا هو وادي دجله في المركز الاخير بنصيب 25 نقطه، ويتبقى لي 3 مباريات هيكونوا برضو يعني مستواهم قوي جدا سواء الاسماعيلي او سيراميكا كليوباترا او الانتاج الحربي المنافس المباشر ليه. الانتاج الحربي كمان في المركز قبل الاخير برصيد 26 نقطه، ولكن انا حابب ان انا احيي الكابتن احمد كشري المدير الفني بعد الفوز على غزل المحله والفوز على المقصه وتعادل امام اسوان، وكان خسر امام النادي الاهلي بصعوبه 3-2 في اخر الدقائق، وكان تعادل امام بيراميدز 2-2، عمل نتائج كويسه جدا خلال الفتره الماضيه حتى لو هبط للقسم الثاني، ولكن هو يعني ظهر بشكل مميز. اسوان كمان القريب من الهبوط مع الانتاج ومع دجله، عنده 27 نقطه، الثلاث ماتشات اللي جايين ليه جامدين جدا سواء بيراميدز او سموحه او الاهلي، وشايف فرصه اكيد هتكون صعبه. البنك الاهلي بقى يعني ظهر بشكل كويس جدا خلال الفتره الماضيه، وكمان امبارح قدر ان هو يكسب مصر المقصه 5-3، وقدر كريم بامبو يسجل 4 اهداف، واظن ان البنك الاهلي هرب بشكل كبير جدا من الهبوط، واظن ان اسوان والانتاج الحربي ووادي دجله هما الاقرب من هبوط هذا الموسم. نعم، كنت معنا عبر الهاتف كابتن محمد جمال الناقد الرياضي.